إني ببابك مولاي، إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سددي. مولاي يا مولاي. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في روضة القرآن، وهذه الحلقة 81 بعد 100. 81 بعد 100، نتناول آيات من سورة التوبة. وقد بينا في الحلقة السابقة أن المساجد لله فلا ندعو مع الله أحدا، وأن المسجد إذا كان مسجد يقرأ فيه القرآن ليل نهار، إذا كان مسجد فيه علم وفقه ليل نهار، إذا كان مسجد مفتوح للمصلين ليل نهار، فإنما هو مسجد لله عز وجل أسس على تقوى. أما إذا كان المسجد مسجد ضرار، فهتجد لا مكان فيه للأطفال ولا مكان فيه للنساء، مسجد ضرار يعني بيتفتح ساعة الصلاة ويتقفل، مسجد ضرار يعني أسس على غير تقوى، أرضه مسروقة والناس اللي عاملين فيه لا يعملون لله عز وجل، مسجد ضرار يعني الإمام بتاعه بيشحت والناس اللي عليه بتشحت، مسجد ضرار يضر الإسلام أكثر مما ينفع المسلمين، مسجد ضرار لما تخش ما تحسش بريحة الإيمان خالص. تنتقل الآيات في سورة التوبة من آيات المساجد، ويقول تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. والله سبحانه وتعالى يقول إن اللي بنى بناية لا يقصد بها وجه الله، بني مسجد عشان يدفن فيه بعد ما يموت، بني مسجد عشان يعمل عليه جمعية وبهو رئيسها، بني مش عارف مسجد عشان يعملوا مخزن، بني في ناس كتير بتعمل مساجد، يعني لا يزال بنيانه الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. تنقلنا الآيات في سورة التوبة بعد مساجد الضرار، وللأسف الشديد ثلاث أرباع مساجد المسلمين الآن مساجد الضرار والعياذ بالله إلا من رحم. الشراء، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هل يشتري الله عز وجل من الإنسان نفسه وروحه وهو الذي وهبه إياها؟ يعني ربنا هو الذي وهبنا نعمة الحياة وهو الذي وهبنا المال ثم يسألنا إياه، يعني يقول لنا تجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، يبقى المال مال الله أتصدق به أو يسلب مني، والروح أقدمها لله سبحانه وتعالى أو حموت حتتسلب مني. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. من اللي بيوفي؟ الجبان يموت كل ليلة، كل يوم الجبان بيموت مرعوب، والشجاع يموت مرة واحدة. ونحن نربي أولادنا على العزة، وإن هو يدي معطاء ما يشحتش، ونربي أولادنا على الشجاعة، يعني العزة والعفة والشجاعة. طب افرض ان انا جبان، لا اعود نفسي ان انا ابقى شجاع وابقى قوي. انما العادة بالتعود، وانما الخلق بالتخلق، وانما العلم بالتعلم. يعني ممكن اصلح نفسي، ممكن. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. في حديث قدسي يقول تعالى: عبدي احتجت ولم تعطني، فيقول: كيف يا رب؟ يقول: ألم تعلم أن عبدي فلان كان محتاجا، العبد الصالح، ولو أعطيته لأعطيتني؟ عبدي مرضت ولم تعدني. كيف يا رب؟ إزاي يا رب أنت مرضت؟ يقول: ألم تعلم أن عبدي فلان كان مريضا ولو زرته لوجدتني عنده؟ ألم يعلم أن الله هو يقبل الصدقة من عبادي؟ مش كده؟ فالصدقة أول ما تقع يعني تقع في يد الله، يعني يقول لك الصدقة من الصدق. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فإذا لقي الله شهيدا في سبيل الله عز وجل لا لغرض دنيء من الدنيا، وعد الله حقا، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ربنا صادق. ومن أوفى بعهده من الله؟ من أوفى؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. في صفات للعبد المؤمن من أول التوبة والعبادة والحمد والسياحة في الأرض والركوع والسجود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحفظ لحدود الله، كل دي صفات يحبها الله. قال تعالى: التائبون
العابدون، والعبد يتوب من ذنب فعله ولم يفعل. يعني أنا أستغفر الله وأتوب إليه مما فعلت ومما لم أفعل، أستغفر الله من الغفلة، أستغفر الله بعد الصلاة يمكن سرحت شوية، أستغفر الله بعد الحج ثم أفيض من حيث أفاض الناس وأستغفر الله، أستغفر الله بعد الطاعة فكيف بي بعد المعصية؟ طب بعد السجائر أستغفر؟ ما هي السجائر معصية. طيب لو أنا سهرت في معصية الله أستغفر؟ نعم، فلا بد للمؤمن أن يستغفر. في ناس كتير بقى تقول استغفر، استغفر من إيه وأنا بعمل حاجة غلط؟ يبقى بيدخن وبيسب الدين وبيسهر طول الليل و وعارف أنا بعمل حاجة غلط، هو في إيه ناقص تعمله؟ التائبون، ورسول الله كان يتوب إلى الله ويستغفره في كل يوم وليلة 100 مرة. يبقى احنا نتوب قد ايه؟ لا بد ان تستغفر. التائبون العابدون، فاذا تبت الى الله يعني حسنت عبادتك. ونحمد الله الحامدون، ونحن نحمده على السراء والضراء، نحمده على البلاء ونحمده على النعماء. اما ربنا ينعم علينا بنعمه نحمده، ولما يعمل يعني يعطينا بلاء برضو نحمده، زي ما قال الصابرون والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس. الحامدون السائحون، سياحة في الأرض، أن تسير فتتعظ، تمشي في الأرض كده وتشوف الكون وتتدبر. فالسياحة هنا سياحة تدبر وتفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف في الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب. يذكر ويتفكر، يذكر ويتفكر. فإذا ذكرت الله وفكرت هداك الله إلى الفكر الصحيح. يذكرون ويتفكرون. السائحون الراكعون الساجدون، والراكعون الساجدون صفات أمة عظيمة يا أمة محمد، تراهم ركعا سجدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا. لما تخش دائما على المؤمن ولا المؤمنة تلاقي إما راكع إما ساجد فتطمئن. ما تلاقي عمال عندك في مصنع أو في محل أو في معمل، عندك عمال أول ما تدخل تقوم بيصلوا لله عز وجل كده بلا رياء، تفرح، تفرح من العبد الراكع الساجد، لأنه إذا أدى الأمانة لله سيؤدي الأمانة لك. وإذا الموظف اللي عندك أو اللي شغال عندك لا يؤدي الأمانة لله ما بيصليش هيخونك، لأن اللي بيخون الأمانة مع الله يخونها مع أي حد. وإذا أنت سمحت لمن لا يصلي يشتغل معاك أو يشتغل عندك هيسرقك، وما تلومش إلا نفسك. ليه؟ لأن أنت سمحت له يشتغل عندك وما بيصليش. الراكعون الساجدون، وفائدة الصلاة كلها في الركوع والسجود، ولا خير في من لا يركع ولا يسجد. وثلاث أرباع الناس دلوقتي اللي كبروا في السن عاوزين يصلوا هم قاعدين، يقولك ظهري بيوجعني، لكن ربنا سبحانه وتعالى يحب عبده إذا ركع وسجد. الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف، إذا ظهر تركه تلاقي معروف ما بتعملش، ليه ما بتعملش؟ والناهون عن المنكر إذا ظهر فعله. لما المؤمن يلاقي منكر، يعني الناس كده بتيجي مثلا تنجد، فلما تيجي تنجد تقوم تنشر المخدات وتنشر مش عارف ايه، وتجيب الفرش بتاع السرير وتقول ايه الفضيحة دي؟ يعني فرش السرير ده عامل زي الملابس الداخلية، ما ينفعش حد يتفرج عليها. لكن احنا عندنا أصبنا بوباء، وباء التقليد، فتجد الناس بتعمل كده مش عارف التنجيد، ويعملوا المراتب والمخدات وللحفة وان الناس كلها تتفرج عليها، وهذا كلام لا يرضي الله عز وجل. فإذا رأيت هذا المنكر نهيت عنه. يا جماعة ما يصحش، يا جماعة الفرش ده من الأسرار، ما ينفعش كل من هب ودب يخش أوضة النوم، ما ينفعش والله كده، الرجل هيتربط والست هتتربط، ما فيش بينهم جماع. فإذا النهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. المؤمن هو من كانت فيه هذه الصفات، ولذلك يعني ربنا سبحانه وتعالى يحب هذه، يحبك إذا أكثرت التوبة. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. من أحب الله أحب الله أحبه الله، أولئك الذين رضي الله عنه ورضوا عنه. إذا حمدت الله عز وجل زادك، وإذا استأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وإذا كنت ممن يتدبر زاد إيمانك. الراكعون الساجدون، ربنا اجعلنا يا رب لآخر لحظة في عمرنا، واقبضنا يا رب إليك ونحن مع الراكعين الساجدين. الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، ودي قمة الإيمان. قمة الإيمان أن تغضب لله، قمة الإيمان أنك تقول يا جماعة ده غلط. أزواق فاحشة ظهرت هذه الأيام،
وأغاني هابطة لازم تنتفض وتقول حرام عليكم الألحان دي رديئة، حرام عليكم الكلمات دي خبيثة، لازم تنتفض لله وتقول ايه الكلام ده، ما ينفعش نشغل ده في فرح، ما ينفعش نشغل ده في بيت، انتفض لله، اغضب لله. لكن كلنا كده ديوسين وكلنا راضين، الدنيا تخرب. الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. يا سلام، فإذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر أذاقك الله حلاوة الإيمان. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، تجد حلاوة الإيمان إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وحفظت حدود الله عز وجل. وبشر المؤمنين، ربنا يجعلنا وإياكم منهم إن شاء الله. إن شاء الله نلتقي في حلقة قادمة في روضة القرآن، انتظرونا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاي إني ببابك، مولاي إني ببابك قد قصدت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي إني